ورجعنا لكم مرة تانية، وطبعا سمعنا كلام مستر فريرا فيما أولا يخص المباراة. هو مدرك طبعا أن المباراة صعبة جدا، وأن المباراة قوية ومباراة مهمة جدا 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 في بداية مشوارك في دوري أبطال إفريقيا، وأن الفوز فيها طبعا زي ما قلنا في البداية أن هو يبقى بوابة لعبور المحطات القادمة لدوري الأبطال. مهم قوي فكرة فعلا أن أنا أتخطى أول فريق. صحيح أول فريق مواجهته صعبة، شباب بلوزداد، الفريقين عندهم طموح، الفريقين عايزين يكسبوا، ولكن مهم فعلا أنك أنت تكسب كل المباريات اللي على أرضك، لأن زي ما أنت يعني زي ما جماهيرك هتربك الخصم، فانت كمان في المباريات اللي هتكون خارج ارضك او خارج ملعبك جماهير الفرق المنافسه هتربك لك كمان حساباتك، فلازم تعتمد اكتر على المباريات اللي انت هتلعبها هنا في مصر او على ارضك، هي دي اللي انت هتقدر تجمع فيها اكبر نقاط. 3 مباريات ب9 نقاط، مهمين جدا ان انت ما تتنازلش على ولا نقطة منهم، مهمين جدا ليك، مهمين جدا في مشوارك، هم دول اللي هيديك الثقة بعد كده، لأن أنت خلاص لو كسبت أول مباراة زي ما قال مستر فيدانا إن إحنا بقى عندنا شوية مشكلة في الثقة والجانب النفسي، محتاجين جدا إن إحنا نشتغل عليه طبعا كويس جدا، وبناء الفريق بالذات نفسيا والاتحاد أو اتحاد الفريق كله على قلب رجل واحد. إنك أنت بس كل العناصر دي لو اتحققت، انك انت مركز وانك انت عندكم الرغبة والحافز وتخطيتوا اول مباراة، خلاص بعد كده ان شاء الله ترجع لك بقى سلسلة الانتصارات، وتقدر بعد كده في مواجهاتك القادمة تبقى مستريح. طيب ده برضو ممكن يتحقق ازاي؟ غير طبعا انك لازم تبقى مركز بنسبة 1000000% في المباراة، واي حاجة بتحصل خارج ارض الملعب ملناش دعوة بيها، محتاجين جدا ان احنا نركز ال 90 دقيقة. مهم قوي ان احنا نسجل في اول المباراة او في الشوط الاول من المباراة، مهم جدا ان احنا نستحوذ على الكرة ما نفرطش فيها ابدا. طيب انت لما تسجل في البداية ده هيريحك انت طول الماتش، ومش كفاية هدف، لا نحاول كمان ان احنا نكرس مجهودنا ان يبقى فيه اكتر من هدف. انا لما يبقى معايا اكتر من هدف انا كده خلاص احبطت المنافس تماما، اصلا الامل عنده ان هو يرجع لريتم المباراة مرة تانية هيبقى صعب عليه جدا جدا. وده مهم بقى ان انت ايه في التسعين دقيقة بالوقت الاضافي او بالاكسترا تايم، انك انت تكون الاستحواذ ليك بالاهداف بكل حاجة، كسبت 3 نقاط كده انت تمام. طيب في نقطة مهمة قوي مستر فيديرا اتكلم عليها، ان هو اول ما جه في بدايه في الموسم اللي فات، يعني اول ما جه ان كان في فعلا فجوه. الفجوه دي كانت ما بين الجماهير واللعيبه، وان هو اول ما جه طبعا ما كانش الراجل بصراحه مطالب بتحقيق اي بطوله، ولكنه قدر ان هو يحصد موسم اعجازي، وان هو قدر فعلا يوحد اللعيبه مع الجماهير مره تانيه. طيب ده اتحقق بايه؟ بالفوز، بالمكسب، بان انا عندي الرغبه، بان انا الجماهير شايفاني باقاتل داخل ارض الملعب، بموت نفسي على الفرص اللي بتجيلي ان انا هسجلها، يعني اسجلها وان انا هاخد ال3 نقاط سواء كان في الدوري او كمان في الكاس، وان كان في التفرقه دي موجوده، وان مستر فيريرا طبعا لما جه مع المكسب خلاص ابتدى، كانت الناس كلها فعلا الموسم اللي فات بتتكلم على الملحمة الجماهيرية اللي كانت بتعملها جماهير نادي الزمالك. كان الموسم اللي فات بجد كل ما تدخل على السوشيال ميديا ايا كان بقى الاب اللي انت بتتصفح عليه تلاقي كل الناس مشيرة فيديوهات لجماهير نادي الزمالك، جماهير موجودة من قبل المباراة بساعة واكتر كمان او ساعتين او 3 ساعات موجودة في محيط الاستاد مستنيه المباراه. على فكره بيخلصوا كانوا بيفضلوا يهتفوا كمان للعيبه نادي الزمالك وللمدير الفني. الناس دي 90 دقيقه كانت بجد بتشجع بدون لحظه ملل،
بجد كانت ناس ممكن تقول لك هم ايه، ما بيتعبوش، جماهير نادي الزمالك ما بتتعبش، جماهير نادي الزمالك ازاي تسافر ورا فريقها الموسم اللي فات غزل المحله، وازاي تسافر ورا فريقها في اوقات كمان السوبر بتاع كاس لوسيل، ازاي الجماهير سافرت كل ده، وده ازاي كمان الجماهير موجوده في الجونه. فكان بصراحه الناس كلها بتتكلم فعلا الموسم اللي فات على الملحمه اللي قدر يعملها جماهير نادي الزمالك، كانوا كمان بيهتفوا باسم لاعب في المباراه. عايز اقول كمان ان من امبارح كده، من اول اصلا ما تم طرح تذاكر مباراه شباب بولوزداد بكره، جماهير نادي الزمالك خلصت كل التيكتس، وهي كانت تقريبا 10,000 تذكره. الحمد لله تم نفاذ الكميه كلها، وجماهير نادي الزمالك حجزت المباراه. ده مثلا بعد وقت قصير جدا او وقت قليل جدا من طرح التذاكر.